دخلت المدرسة بعد الشهادة الإعدادية، قدمت فيها ودخلت الاختبارات بتاعتها ودخلت الانترفيو واتقابلت في الاثنين ودخلت. حبيت ان انا اشوف مجال غير الثانوية عامة، اكون من خلاله خارجة من الثانوية عندي خبرة في مجال انا بحبه. فدخلت على اليوتيوب وعملت سيرش على الموضوع ده وظهر لي مدرسة التكنولوجيا. الاختبار امتحنونا في مواد ثقافية عادي، والانترفيو كنت مفروض اخش بالموهبه اللي عندي. اول ما قلت لوالدي ووالدتي ان انا عايزه ادخل هنا، كانت ردت فعلهم ان هم دعموني ان انا ادخل هنا، وبالعكس ما كانوش عايزين فكره اني الثانوي العام، كانوا عايزين يدخلوني في مجال تاني اكون انا حباه عشان الدراسه تبقى حلوه بالنسبه لي ما بقاش مجبوره عليها. اول سنه دخلت فيها المدرسه درست جميع التخصصات، كان ديكور ومسرح وازياء ومكياج واحذيه وعرايس، وبرضه بندرس المواد الثقافيه اللي هي زي كيمياء ورياضه ودراسات وعربي وانجليزي وتربيه وطنيه. اتعلمت في الازياء هنا الجزء النظري مثلا اللي هو الباترونات، ازاي ارسم باترون، ازاي ان انا ادرس العصور التاريخيه كان فيها ايه، اللبس كان شكله ازاي هناك، الالوان اللي كانوا بيستخدموها وهكذا. دخلت في العملي بطبق اللي انا خدته في النظري طبقته في العملي، بحيث لو جزء اللي هو مثلا زي فرعوني موجود باخده من اول ما انا ببدا اعشق الباترون واشرح الباترون، وبعدين اعشقه في القماش واقصه، وبعد كده ببدا المرحله بتاعتي ان انا اخيطه على المكن، وبعد كده اخر مرحله الكوي، وبيبقى بعد كده العرض. كنت فرحانه جدا ان هيبقى عندي معلومات كافيه في المجال اللي انا حباه، وبالعكس هتبقى دراسه، فاكيد المدرسين هنا هيدوني كل المعلومات اللي كان ممكن اتمناها وما اقدرش اعرفها بره. ان شاء الله بعد ثالثه ان شاء الله اجيب مجموع وادخل جامعه التكنولوجيا لان فيها قسم ازياء، وهكمل في القسم بتاعي. حابه بعد ما اخلص مدرسه اكمل تعليم في جامعه من جامعات التكنولوجيا اللي موجوده فيها بنفس التخصص، علشان خاطر ابقى درست 3 سنين واكمل تعليمي في نفس التخصص هيبقى عندي نظره اوسع في المجال. انا بتمنى وبحلم ان انا بعد ما اخلص الكليه على طول الشهاده اللي انا خدتها اشتغل بيها، بحيث ان انا اشتغل المجال او الجزء اللي انا حابه اشتغله اللي هو الازياء، فحابه ان يبقى ليا مثلا الاتيليه الخاص بيا او الشغل الخاص بيا واشتغل فيه وانجح فيه ان شاء الله.